انا اسمي سامح وجاي النهاردة احكي لكم قصة ايه؟ قصة الفرخة الذهبية. كان يا مكان كان في زمان فلاح ومراته عندهم فرخة ذهبية جميلة جدا. الفرخة دي يا اولاد كان كل يوم بتبيض لهم بيضة ذهب. وفي يوم من الايام جت فكرة للفلاح انه يفتح بطن الفرخة عشان ياخد كل البيض الذهب. قام الفلاح جاب سكينة حامية جدا وفتح بطن الفرخة، بس يا ترى لقى ايه؟ ملقاش اي حاجة، والفرخة ماتت، والذهب اللي كان عايز ياخده ملقاهوش، وكمان خسر كل الذهب اللي كان هيجيله بعد كده من الفرخة. عشان كده بقول لكم يا اولاد لازم نتعلم من القصة دي، نتعلم ان احنا ما نطمعش، ولما تبقى في ايدنا حاجة نشكر ربنا عليها. وتوتة توتة خلصت الحدوتة.